تم الالتقاء اليوم بجميع المترشحين للدورة الثانية اللي ما صارفهمش الحظ باش يترشحوا في الدورة الأولى، وقمنا بطباعة باش نعيوهم في الدورة الثانية بداية بالطباعة بالحملة الانتخابية، ثم يوم الاقتراع اللي هو مش تحدد بعد 18 جانفي إعلان نهائي النتائج المترشحين. كما سبق أنه قمنا في الدورة الأولى بطبيعة انتظاراتنا المجتمع المدني أو وسائل الإعلام هم باش بطبيعة يراقبوا ويشوفوا معنا ما أنتوا يلاحظوا أي ملاحظات ما تصير في السير الانتخابي ليلة الدورة الثانية، وبطبيعة ما تعطونا ملاحظاتهم ويعاونونا بطبيعة في مزيد بث الوعي للمترشحين سواء في الحملة أو في يوم الاقتراع. أهم وصايا هي أنهم يتفادوا المخالفات التي تمت في الدورة الأولى خاصة في الحملة الانتخابية، لأنه كما صارت بعض التجاوزات لكنها كانت تجاوزات معزولة ما تمش فيها، ما تجيست كانت فيها كان التنبيه أو الإنذار في بعض الأحيان، ما شكلتش معناتها جرائم انتخابية بمعنى الكلمة. وإن شاء الله معناتها بطبيعة الدورة الثانية يقوموا هما بالسير الانتخابي للحملة الانتخابية نتاعهم كان في النزاهة والشفافية لإنجاح الدورة الثانية ولإنجاح السير الانتخابي بصفة عامة. الحياة فام، الإذاعة الأولى للصحة في تونس. الحياة فام.